تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تتفاقم. مجيب محاسب مالي في إحدى الشركات التجارية يقول إن معظم السلع الاستهلاكية بدأت تنفذ في الأسواق المحلية. مخزون السلع الغذائية وأسعارها تأثرت بمشكلة البحر الأحمر، لأنه شركات التأمين في بعضها فرضت رسوم إضافي، وبعضها ما ترضى تدخل إلى موانئ اليمن بسبب مشكلة البحر الأحمر. هذا بيأثر سلبا على المخزون وعلى أسعار المواد الغذائية. ووضع البلد يعني حرب 9 سنوات تأثرت كثير بمشكلة الحرب. وفق وزارة التجارة والصناعة، فإن الأعمال العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن أوقفت تصدير الأسماك الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد اليمني بنسبة 30%، كما تسببت في ركود النشاط التجاري في الأسواق المحلية. ما يتم اليوم في البحر من اعتداءات ومن ضرب تأثيره كبير على المواطن، تأثيره كبير على العامل، تأثيره كبير على التجارة، تأثيره كبير على الموانئ. بعد أن توقف تصدير النفط، الأسماك 30% من صادراتنا هي أسماك. ما يحدث اليوم عطل كثير من هذه، يعني قرابة 200,000 العاملين في مجال الصيد للأسماك يعولوا أكثر من 500 فرد. هذا كل اليوم أصبح يتجمد. وبحسب خبراء، فإن استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية يعمق الأزمة الاقتصادية في اليمن ويعطل نشاط موانيها التجارية. نفاذ مخزون السلع الأساسية في الأسواق المحلية ينذر وفق التجار هنا بتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يستورد 80% من احتياجاته. مهيب المريري، المشهد، عدن.